سيارة لن ترى في قوتها وغرابتها، ستذهلك. سنشاهد في هذا الفيديو سيارات بتقنيات تكنولوجية قوية تجعلها تسير بسرعة في أصعب الطرق، وأيضا سنشاهد سيارات غريبة الشكل. هيا بنا لنتعرف عليهم. كارل مانكينغ. التصميم الخارجي في هذه السيارة مميز جداً، فهي تحتوي على العديد من الزوايا والانحناءات الغريبة لتعطي هوية هجومية تليق بمدرعة حربية مع ملامح عصرية. يبلغ وزن السيارة 6000 كيلوغرام لتعطي قوة وثبات في السير. والجزء الخارجي من السيارة عبارة عن قطع أشبه بحبات ألماس، بالإضافة إلى أنها مضادة للرصاص ويمكنها تحمل درجات الحرارة بين سالب 40 درجة و 200 درجة. وتعتمد السيارة على قاعدة عجلات مستعارة من مركبة البيك أب الأمريكية فورد F-550، وتحتوي على صف مليء بالنجوم وإضاءة ملونة والتلفزيون بشاشة عريضة وثلاجة. تعتمد السيارة على سواعد محرك V10 بسعة 6.8 لتر وبقوة 367 حصان، ويدفع هذا المحرك السيارة في الأراضي الوعرة بسرعة قصوى 140 كيلومتر في الساعة. رولز رويس. مميزات السيارة: تحتوي على نظام كاميرا الرؤية المحيطة والرؤية الليلية والتحكم في التكييف وتحذيرات التصادم إلى الأمام والتنبيهات عبر المرور وتحذيرات المغادرة. ويوجد شاشة عرض رئيسية بمقاس 7 بوصات ونقطة اتصال واي فاي، وبها عجلات كبيرة بحجم 22 بوصة ومزودة بالتوجيه الرباعي، وهو نظام يقوم بتحويل العجلات الخلفية إلى العجلة الأمامية من خلال 3 درجات كحد أقصى عند سرعات أقل من 60 كيلومتر في الساعة، لتحسين القدرة على المناورة بين 60 و 80 كيلومتر في الساعة. ويوفر هيكل السيارة الراحة العالية مع نظام التعليق الهوائي وأنظمة التحكم والحد من الاهتزاز في المقصورة. وتشغيل رولز رويس يعتمد على محرك توليد ثنائي بسعة 6.75 لتراً، والذي يوفر دوران بقوة 900 نيوتن متر، بالإضافة إلى علبة دروس من 8 سرعات.
مرسيدس بنز EQ. أظهرت مرسيدس سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية تسمى جيل EQ، وتسعى مرسيدس لإطلاق العديد من السيارات الكهربائية طويلة المدى تحت علامتها التجارية الجديدة. تعمل هذه السيارة على نظام الشحن المشترك الجديد، وهي تكون قادرة على شحن ما يصل إلى 150 كيلو واط، وتسير حوالي 62 ميلاً من نطاق القيادة في 5 دقائق فقط. فولكسواجن ID سيارة كهربائية تغطي مسافة 400 إلى 600 كيلومترا على شحن بطارية واحدة، ومن المقرر إطلاق هذه السيارة عام 2020. هيكل السيارة: محركها الكهربائي الخلفي يوفر مساحة أكبر للعجلات الأمامية لتحويل أكثر حدة مع توليد القوة الأمامية المحمولة، ونتيجة لذلك لديها دائرة تحول من 32.5 قدم فقط، وسرعتها القصوى تبلغ 99 ميلا في الساعة. هيونداي سانتا في 2019. حصلت السيارة على شبك جديد أكبر حجماً، يحتوي على تصميم مغزلي لامع، وفي الجزء العلوي منه إطار من الكروم الضخم. أما في أسفل المصد نرى فتحات التهوية الثلاثية مع مصابيح الضباب الضخمة بتقنية LED صغيرة الحجم. ومن الجانب الخلفي جاءت الأصبات جديدة بتصميم مستطيلي حاد، وأيضاً حصل باب الصندوق الخلفي على جناح صغير وبعض الزوايا الحادة. تأتي السيارة بعدد من نماذج المحركات، منها بسعة 3.3 لتر بعدد 6 سلندر ليعطي قوة 290 حصان عند عدد لفات 6400 لفة في الدقيقة، وعزم دوران 252 رطل قدم عند عدد لفات 5200 لفة في الدقيقة، مع ناقل الحركة من 8 سرعات أوتوماتيكي، والتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر خلال 8 ثواني فقط.